أثارت زيارة بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا إلى تركيا الكثير من ردود الأفعال المتفاوتة بسبب الانتقادات التي وجهها لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان من جهة، ومعارضة الانضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وأعرب جونسون عقب لقائه بوزير الخارجية التركي عن رغبة بريطانيا في التوصل إلى اتفاق بين البلدين يسمح بإجراء تبادلات تجارية، خاصة بعد مغادرة بريطانيا لمنطقة اليورو. أنا جد سعيد لأننا توصلنا إلى اتفاق يجمع بين اللجنتين الاقتصادية والتجارية. المبادلات سيتم القيام بها في أقرب وقت، لكن يمكننا البدء في الأشغال التحضيرية لهذه الشراكة منذ الآن. أتمنى أن تكون هذه المبادلة الحرة كبداية لصفحة جديدة، لأنه بالرغم من كل شيء كما قلتم في هذا الصدد، مغادرتنا للاتحاد الأوروبي لا تعني مغادرتنا لأوروبا. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير بريطاني إلى تركيا منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد. وعبر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إثرها عن أسفه لضعف دعم الدول الأوروبية له.